السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكتشفوا الفيات 500، غادي نشوفوا الموتوريزاسيون ديالها، غنشوفوا جميع المميزات اللي فيها. الفئه الاكثر استهدافا والثمن ديالها في التالي. اسيدي كتخرج موتوريزاسيون 1.2 لتر 69 شوفو، كتخرج 4 تعلي سيلندر، كتخرج ايسونس الخوت للاشاره، 4 تعلي سيلندر. الفوليوم تاع السيلندري ديالها 1242 سنتيمتر كوب. اسيدي البويسونس فيسكال ديالها 7 تاع الخيل، بويسونس ماكس ديالها 69 شوفو اللي كدير في الكوبل ديالها 102 نيوتن متر. بواط فيتاس في السيستيم ديال الترانسميسيون، كاينه مانيو 5 تاع لي رابور وكاينه اوتوماتيك. اما الكونسوماسيون ديالها 6.2 لتر في كل 100 كيلومتر في المدينه، اما على برا 4.2 لتر في كل 100 كيلومتر، ميكست 4.9 لتر في كل 100 كيلومتر. كتبان معقوله حيت سياره ايسونس. المهم الفيتاس ماكس ديالها في العز ديالها كتوصل حتى 160 كيلومتر بارور، اما 0 100 كديرها في 12.9 سيكوند. ياك اسيدي هاد السياره هادي كتنتمي للكاتيجوري تاع الميكرو سيتادين، 4 البلايص فيها جوج تاع البيبان. مهم جميع هاد المميزات هادو تاع الموتوريزاسيون ديالها الى قارنتيهم مع السياره اللي الوزن ديالها 930 كيلوغرام فهي معقوله وقويه في بالمقارنه مع الوزن ديالها. كتخرج كشكل خارجي، عندك هنايا لي غوتروفيزور جو لوك كرومي، عندك لي جون ديالها تاع 15 الومنيوم، كذلك كيف ما كتشوفوا هنايا لي بواني ديالها كرومي. هاد الديزاين هذا اللي كيجذب بزاف البنات، هاد البنات بزاف هما الفئه الاكثر استهدافا من هاد السياره هادي، نظرا للشكل ديالها ونظرا لايك الحجم ديالها، وسهله في المدينه في الباركين في الزحام تاع المدينه وداكشي. الكوفر ديالها كيهز 185 اترو. عندك كذلك هذوك الكراسي الخلفيه غابطابل، يعني اليه باش تزيد في المساحه تاع الكوفر ديالك. انا كنفضل يجلسوا فيها جوج الناس كوبل مثلا، يعني هاد السياره هادي هادي تكفيهم، اما باش تستغل داك المساحه باش تستغل حتى المساحه الخلفيه دوك الكراسي الخلفيه. هذا كوجهه نظر. مهم كذلك هاد الفئه هادي فيها ثلاثه تاع لي فيرسيون، فيها بوب ولونغ وسبور. المهم عندهم نفس الموتوريزاسيون. هاد السياره هادي جات الجيل الثالث لافاز 3. الفيات 500 فهاد الفئه هادي لعبوا بزاف على المهم الديزاين ديالها، بغاو يخدموا بزاف على التارغيتين تاع البنات. كيف ما كتشوفوا هنايا البواني جاو كرومي، فيهم سيستيم سونوريزاسيون ديال الزوين بزاف، كذلك الشكل ديالها من الداخل داكشي فيه تناسق كبير. الفولون ديالها كيجي كوير، ثلاثه تاع لي برونش ملتي فونكسيون. كذلك الكراسي ديالها كيجيو فيهم انسكريبسيون، فيهم واحد الكتابه تاع فيات 500، كيجيو اون تيسيو من تو. و الكرسي تاع الكونديكتور تاع السائق تاع ريغلاج اون اوتور، يعني باش تزيد في لبست المهم اللي كنتي قصير ولا شي لعبه كيطلع الفوق. كذلك باش توصل للمساحه تاع اللي بغيتي تجلس في اللور هكذا بهذه الطريقه هذه، هذا الكرسي هذا ريغلاج هكذا باش تدوز لداخل. انا كنفضل يجلسوا فيها جوج الناس باش يكون داكشي مرتاح، باش يكون بنادم مرتاح. كذلك هادو من كمواصفات تاع السياره هذه. اجي نكتشفوا اهم الحوايج من الداخل. عندك ايكرون تاكتيل كومباتيبل مع الاندرويد والابل، كتجي 6 بوز. كذلك فيها الكليماتيزاسيون اوتوماتيك. عندك هنايا اورديناتور دو بورد اللي جا في هذا الديزاين هذا اللي اونيك بالنسبه للفيات اللي يكون فيات 500 بالضبط. كذلك عندك سيدي بواط فيتاس كيف ما تشوفوا معايا، كاينه اوتوماتيك خمسه، كاينه اوتوماتيك وفيها المانيول مود، وكاينه المانيول تاع خمسه تاع لي رابور. عندك لي فيدر الكتريك تاع القدام، عندك الاوتوماتيك، كاين هذا الباك كروم هذا اللي وسط السياره اللي تعطي لوك ديزاين زوين. اليماج سيغاريت كوب هولدر بورت يو اس بي فران اما فينجر بريك. عندك هنايا مساحه تخزين اضافيه، كذلك الكراسي الخلفيه استغلهم فاش تكون السيارة خاوية. عندك بواطاغو، عندك كيف ما قلت لكم كليما اوتوماتيك. الفولون ديالها 3 برونش ملتي فونكسيون كوير، يعني تتحكم في نافيغاتور ديالك اورديناتور دو بورد ديالك، كذلك تتحكم في التليفون يعني دوز لابيل وداكشي. كذلك فيها ما يكفي من لي زوبسيون لي مزيانين بحال دابا السيستيم فيها الاوديو راديو ام بي 3، كذلك عندك ايكرون تاكتيل، كذلك البلوتوث. ما شاء الله عجبتني الكوت. اجيو نشوفو دابا يعني الثمن ديالها في الاسواق المغربيه. في طريف المغرب لونطري دكام كدير 13 و 300، العامره عليها 14 و 700، العامره عليها سبور 14 و 800 تقريبا، اور لي فري دو ماتريكولاسيون اور لي فري دو سي
good. No issues. There's a good spot there when we pass the bridge, and we can stop there like to record the video. There is a space close to this station there, gas station, and in the left of you, and then you can stop there. You see the spot there? Here. No, there. Close to this.